وزير الدفاع الفرنسي بيقول ايه وهو مع الفريق صدق صبحي بيتكلم ازاي وبيقول ايه. والله لا تشوفوه يعني، نشوف مع بعض كده عشان بس الناس لازم تخليهم ما يناموش. انا بقول لكم خليهم ما يناموش، هم طبعا مش عارفين يناموا من الصبح، صحوا على ضربات الجويه ولسه ده كل يوم يصحوا على واحده من الحاجات اللي ينبسطوا منها جدا. هم بره انا بقول لكم اهو لما شافوا يا خبر مصر راحت، مصر ضربت وبيدافع عن داعش. طب انت بتدافع عن داعش يبقى انت زيه بالظبط، يعني اذا كنت بتدافع عن عصابه ارهابيه يبقى انت زيه، يبقى انت ما تقوليش بقى اخواني، تبقى انت داعشي، يعني ما فيش فيكم النهارده حد اخواني، كلكم النهارده دواعش، دواعش كلكم. انا بقول لكم اللي دافع النهارده عن عصابه داعش الارهابيه واتضربوا وقصوا كذا يبقى انت داعشي، سواء كنت بتشغل مذيع في الكيان الصهيوني القطري او بتشغل مذيع في الكيان الصهيوني التركي، يبقى كلكم بالظبط دواعش، مذيعين، صحفيين، كذا، كلكم مفيش سياسيين، انصاف سياسيين، النخبه فاسده، النخبه اياها برضه تبعكم. لكن تعالوا نشوف وزير الدفاع الفرنسي لودريان بيقول ايه، تعالوا.